فيهم سبعا فرشنا وهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشر مغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين أصحاب القرية إذ جاءهم المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكل إن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئذ ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء الملك المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إني شفاعة شيئا ولا يؤمنون إني إذا في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومي من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا سيئة واحدة يا حسرة على العباد ما يأتيهم الرسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما يدعو لدينا هو ظالمون وآية لهم الأرض الميتة فأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنها يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منها وأنهارهم يؤمنون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل فيهم يسبحون ولكم أعلم بمثله ما يركبون وإن شرفه فلا شيء إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم قوما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم ما كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما يقول الذين كفروا للذين آمنوا أشهد أن لا إله إلا الله وما أرسلنا إلا رسولا مبينا ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينذرون إلا سيئة واحدة تأخذهم وهم يفسدون لا يستمعون تصيرا ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا بمرقدنا هذا وما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا سيئة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شر فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون استوى اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نحكم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتوسنا على أعينهم فسبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون وما نعمره ينقصه في الخلق أفلا يعقلون وما أنزلناه الشرع ما زلنا وما إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان الخير وليهلك ربهم وللكافرين قد أنذرهم من أحق أنهم مما عملت أيدينا أنا أعرف أهل ذلك
لهم فيها منافع ومشاكل فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يستطيعون إلا نعلم ما يسرون وما يعلنون ولم يعد الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي الموتى وهو رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا وأنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثل الأول والخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون ونستودعك بأننا وأنفسنا وأهلنا وأموالنا وأولادنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وجوارك وعيادك من كل شيطان مريض وجبار عنيد وذي عين وذي بحي ومن شر كل ذي الشر إنك على كل شيء قدير اللهم جنبنا بالعافية والسلامة وفقنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدنا ومشايخنا إخواننا في الدين وأصحابنا وأحبابنا ولمن أحبنا فيك من أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات رب العالمين وصل اللهم على عبدك رسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له طاعة وبركنا وإحنا عافية والسلامة الرحمن الرحيم الفاتحة ونغفر لنا إخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا اللهم اغفر جميع المؤمنين الذين شهدوا لا إله إلا أنت ومن يتبع الرسالة ومن يتبع ذلك اللهم اغفر لهم اللهم وبعث من النبيين الصديقين والشهداء والصالحين وارسلنا اولئك رفيقا اللهم لمن كتاب علينا لا ينفع من لدنون الا من اتى الله بقلب سليم سبحانه وتعالى مرحبا بكم
Mwangalizi mapiju ya walida wala 5 sur 5 kwa mfumbu ni media randini makatiyano ngari junda wa mwene na ujitukufudinu ya mzee wa hatu buraswali rikosuma efati yasini ngejo kamafaka nasini na isila muyonti pia marhaba menchi.